لاباس عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي شهيوات رشيده. ورمضان مبارك سعيد. واليوم غنحضر معكم واحد الريب للسحور، ونحضره في الايام العاديه بحال الريب اللي كيتباع في المحلات، لان كيجي زوين بزاف ولذيذ بحال اللي كتشريوه من برا. ودابا بلا ما نطول عليكم ندوزو لتقديم المقادير مع طريقه التحضير. عندي اطر من الحليب، عندي هذا اطر ديال الحليب راه كامل الدسم، عندي جوج علب ديال الياغورت بنكهه الفاني، عندي واحد الكيس ديال السكر فاني هذا كيبقى اختياري اللي ما بغاش ما يديروش، وعندي السكر بحسب الذوق. ودابا ندوزو لطريقه التحضير على بركه الله. نديرو نص اطر ديال الحليب، غنديروه يغلى، غنشعلو عليه البوطا ونخليوه يغلى. وفواحد غنديرو جوج معالق ديال السكر، يعني كيف ما قلت لكم السكر كيبقى بحسب الذوق. وغنعملو داك السكر ديال الحليب اللي بقالينا، وهادوك العلبات ديال الياغورت، وغادي نخلطو مزيان داك الخليط حتى ينسجم مزيان. هذا هو السر باش كينجح معاكم البيض وكيجي ناجح 100% بحال ديال المحلات اللي كنشريو. من بعد ما فات ليا الحليب غادي نبدا نخلط، ونخلط مزيان بالطريقة. وانا غادي نفرغ الخليط ديالي في هاد الكؤوس، هاهو من بعد ما فرغت الخليط كيف ما تشوفوا خرج ليا 9 كؤوس، هاهو شاطة الكاس غنديرو شي حاجة بوحدو. دابا غندير عليه من الماء غليان، طيب طيبتو حتى خرجت سبورتو، وغنحط عليه نديروهم في طنجرة أو في طنجرة الطبخ. ملي فرغت منهم داك الما طيب، دابا غادي نغطي عليهم، وغنغطيهم بشي حاجه سخونه ونخليهم من 6 سوايع حتى الليله كامله الا كان عندكم الوقت. وملي كيوجد كنديروه يبرد وكنقدموه. هو هذا الريب اللي حضرت معاكم، كيف ما شفتو كيجي رائع، كيجي زوين بزاف ولذيذ، كيجي بحال اللي كتشريو من المحلابة تماما ولا حسن. ونتمنى يكون عجبكم. ها شفتو كيف ما متماسك، ونتمنى يكون عجبكم وتجربوا. Thank you.
وشكرا على حسن المتابعة. إلى اللقاء، إلى فيديو جديد إن شاء الله.